تودلو أسرد لبنان دعينا زتر علو ترجمو دم قارب لأم بحنونو وكوسوبو ملفون عبود زيتون وترجمو تحيطو فرشغنو ومكتب زبنو دي موسيقي سرييتو حستو دماقي مولا إيسيا سمردو سونيتو دي أسرتو سرييتو بو أسرد لبنان. قامت اللجنة الثقافية في الرابطة السريانية بمقرها في لبنان ندوة للباحث والكاتب عبود زيتون بعنوان تاريخ الموسيقى السريانية الحديثة. حضرها الأب فادي اسكندر ممثلاً نيافة الحبر الجليل مار خريسوستوموس ميخائيل شمعون المعتمد البطريركي لجبل لبنان وطرابلس والدكتور إبراهيم لحدو من ألمانيا ورئيس الرابطة حبيب أفرام ووفد من جمعية أمنية النور برئاسة السيدة سهام الزوئي وعدد من المهتمين والمتخصصين. الرابطة السريانية طبعا ملتزمة بكل شيء هو تراث ولغة وفن وأدب ومسرح وكتابة وبحث ونشاط سرياني هنا وبالشرق وبالعالم، فليس غريبا أبدا الرابطة لا أنه يكون عندها مركز ثقافي ولا أنه يكون عندها أكبر مكتبة متخصصة عن مسيحي الشرق أكثر من 22 ألف كتاب، يكون عندها أكثر من 2500 سي دي للموسيقى السريانية بالعالم، وأن تكون رائدة في محاضرات تتناول أي شأن وأي كتاب وأن تنشر كتب. فضمن كل هذا الإطار ضيف عزيز من ألمانيا أستاذ عبود زيتون باحث كبير في شأن الموسيقى وعمل كتب بالموضوع، فكان ضيفنا الليلة في أمسية رائعة حول جذور وبدء الفن الموسيقى السريانية الحديثة غير الكنسية. ثم عرض عبود زيتون للتاريخ الحديث للموسيقى السريانية عبر تسجيلات نادرة من أوائل القرن الماضي من مختلف البلدان مثل الولايات المتحدة، تركيا، إيران، العراق، سوريا ولبنان. أنا أول واحد دخلت بالأرشفة تبع الكتب تبع الموسيقى، دورت وين في كاسيت سي دي اسطوانة بكرة، دورنا عليه بالعالم كلياته، إذا من أستراليا لأمريكا لبنان سوريا عراق تركيا دورنا عليه. يعني من هيك عندي هلأ نتورك، يعني الشبكة يمكن 90 شخص ساعدوني بهالكتب الموسيقية، لأنه بدون هالشبكة من ممكن يعني أنه نجمع هالأرث الموسيقي. كما واعتبر أن هذه الثروة هي تراث عالمي علينا المحافظة عليه، وإن الأغنية والفن من وسائل تثبيت الهوية، شاكراً الرابطة على الجهد الرائع والاهتمام بكل جوانب الثقافة السريانية. اختصاصي أنا هو الموسيقى الجديدة، الموسيقى الشعبية أكثر شيء، والمصادر طبعا من عندي اول شيء، لانه انا لهلا ثلاث كتب نشرت على موضوع الموسيقى وخاصه الموسيقى الحديثه او الشعبيه، وطبعا هالاعمال استشارت باصدقاء كثار اللي عاشوا زمان تشجيع الموسيقى الحديثه مثل دكتور ابراهيم لحدو واصدقائه بوقتها. هاي المصادر يعني المصادر حيه بعدها بدي اقولها، لانه خاصه الاغنيه السريانية الغربية الجديدة الشعبية ما لها عمر كبير. وفي نهاية الندوة قدم نائب الرئيس منصور قرنبي أيقونة هدية رمزية للباحث زيتون، وبدوره قدم عبود زيتون كتابه للمركز الثقافي استلمها السيد يعقوب أسمر.